صراحة حتى ده من ذوقي، بس ربنا يخليك. طيب الموضوع النهارده يعني هو جميل ومهم ويخص كل واحد فينا، بس قبل ما اقول لحضراتكم اسم الموضوع، مش عارف اذا كنتوا تعرفوا اسم الموضوع ولا لا، عارفين اسمه؟ طيب خلينا نقول حاجه، حد يعني يعرف الكي بي ايز في كل واحد في شغل، اللي هي بيسموها كي بيرفورمانس انديكيتورز، يعني في اخر السنه كده يقول لك في الشغل اذا كنت انت وصلت اللي هم عايزينه ولا لا عن طريق الكي بي ايز دي يعني. فانا هقول لحضراتكم مثل وبعدين هنقول بقى ايه الموضوع وايه علاقه المثل ده بالموضوع. لو فرضنا الواحد وظف حد عنده في شغل في بوزيشن سيلز مثلا، فالموظف الجديد ده انبسط بالشغل خالص وابتدى يشتغل وابتدى يشتغل ويبيع حاجات كتير بيع حاجات كتير، وبعدين في الاخر اخر السنه جه لقى الراجل صاحب الشغل مش مبسوط منه. مش مبسوط ليه؟ قال له لان انا ما كانش يهمني انت هتبيع قد ايه، انا يهمني الكاستمر مبسوط ولا لا اللي انت بعت له، واحنا الكاستمرز اللي انت بعت لهم اشتكوا منك عشان هو حاجات كده، فبالتالي انت ما وصلتش للكي بي ايز المطلوبه رغم ان هو تعب في شغله. فالغلطه هنا كانت في ايه؟ رغم ان الراجل تعب، ايه اللي عمله غلط؟ ما كانش عنده جاي، الهدف كان مختلف عن بتاع الشركه، ما كانش عارف صاحب الشغل عايز منه ايه، مش كده؟ كانش عارف صاحب الشغل عايز منه ايه، رغم ان هو تعب واشتغل واجتهد وبتاع، بس هو ما وقفش ثانيه في الاول كده يفكر اوجه مجهودي في انهي ايه؟ في انهي اتجاه بناء على الاكسبكتيشنز بتاعت صاحب الشغل، مش كده ولا لا؟ طيب لو هنطبق بقى الكلام ده عن ربنا، نسال نفسنا هو ربنا عايز مننا ايه؟ لو انا بالتبعيه بنفس المبدا كده، لو فرضنا ان انا عايز ارضي ربنا، مش انا المفروض اعرف ربنا عايز مني ايه عشان اقدر امشي في الاتجاه المظبوط اللي يوصلني للي ربنا عايزه؟ صح. طيب انا بسال حضراتكم بقى، ربنا عايز مننا ايه؟ فدي ايه؟ مش سامع؟ السماء ده هو اللي هيدينا السماء، مش احنا، هو عايز مني ايه؟ التوبه. تمام، القلب. ربنا عايز، هو طلب قال لي يا ابني اعطيني ايه؟ يعني هو ما قالش اعطيني اي حاجه ثانيه الحقيقه. يعني ما فيش اي حاجه ربنا قال اعطيني غير القلب، ما طلبش غير القلب، قال تلاحظ عينك ايه؟ ترك. تمام؟ موضوعنا النهارده اسمه اين هي قلوبكم؟ تمام؟ ده اسم الموضوع، اين هي قلوبكم؟ فدي طبعا جمله مشهوره في القداس، والمرد بتاع الشعب بيقول ايه؟ هي عند الرب، كلنا بنرد ونقول هي عند الرب. طيب عايز اسال حضراتكم، هل دي حقيقه مستمره؟ ولا ممكن تكون في وقت صح، ممكن تكون في وقت تاني غلط؟ ايه رايك؟ مين اللي بيقول مستمره؟ يعني هي بالنسبه لي انا اون اند اوف، ساعات لما بكون مع ربنا على طول ان يا سارة خلصت الموضوع خلاص كده، احنا ممكن نروح. طيب هو فعلا يعني في اوقات ممكن يكون قلبي عند ربنا، وفي اوقات تانية قلبي ممكن ما يكونش عند ربنا. طيب هل في اجابة تانية؟ ايه بقى الاجابات التانية؟ لو انا اجابة هي عند الرب دي مش حاضرة حاليا، بيكون ايه الاجابات التانية؟
لو سألت نفسي فين قلبي ممكن يكون ايه الإجابات؟ في الشغل. في الشغل. ايه تاني؟ في الولاد. سألت تتحلني في الفلوس، قلبي في الفلوس. ايه تاني؟ في الشهرة. في الشهرة. تمام. في المشاكل. في الماتش. في الماتش. حاجات كتير يعني لا يعني اصلا مش عايز يعني مش عايز عقلي، عايز قلبي يعني، برضو في فرق شويه. اللي بيشغل قلوبنا دايما يعني حضراتكم قلتوا حاجات جميله خالص خالص، لكن دايما ممكن اول اللي يشغل قلبي الخوف. اكتر حاجه ممكن تشغل قلب البني ادم لو خايف من حاجه، لو افتكرنا كل ده موقف كنا فيه خايفين، هنلاقي ان ده كان واخد قلبي تماما تمام. يشغل قلبنا دايما برضو الشهوه. لو في شهوه دخلت القلب ايا كانت الشهوه، لو هي شهوه مال او تعظم معيشه او نظر، اللي هم الشهوات الثلاثه المشهوره دي، ايه دي؟ بتاخد القلب، بتسيطر على القلب، بتسيطر عليه فعلا. يعني حاجه تانية مهمه جدا 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 بتسيطر على القلب تماما وبتبقى صعب قوي ان احنا نخرج القلب منها او نخرجها من القلب، الكبرياء. الكبرياء الحقيقه، وهو يعني الانسان طبيعي ان هو يهتم بذاته، وده شيء يعني طبيعي كله فينا كلنا، لكن الدرجه بقى ازاي؟ الانسان طبيعي ان هو يكون ذاته في مركز اهتماماته، ده الطبيعي، ده العادي. لكن الانسان الروحاني هنتكلم بقى ازاي ان هو بيحارب الكبرياء ده، عشان طول لو الكبرياء ده دخل القلب بيفرشه كله الحقيقه، ما بيخليش اي مكان لربنا، ما بيخليش اي مكان لربنا. وهو ربنا عايز القلب كله، مش كده؟ من كل قلب تحب ربك ايه؟ من كل قلب. هو ده اللي ربنا قال، يعني احنا قلنا ربنا طلب القلب، ولما طلبه يطلبه كله، ما ينفعش يبقى فيه جزء وجزء. زي ما ربنا الله يلاح نفسه جوه شنوده لما قالوا له طب يعني سعى لقلبك وسعى لربك، كان رده ايه؟ حد عارف؟ قال يبقى قلبك مش عند ربك. لو سعى لقلبك وسعى لربك يبقى قلبك مش عند ربك. فهو الحقيقه ما ينفعش نعرج بين الفرقتين، عشان كده ربنا قال حب ربك ايه؟ من كل قلبك، واضحه وصريحه. طب يا رب بقيه الحاجات، طيب يعني بقيه الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها حاجات كويسه خالص ومهمه، يعني ولادي وشغلي والحاجات دي كلها، لا دي حاجات كلها تكون ثانويه، وحاجات كلها تيجي يعني كنتيجه بعد كده، ان انا بحب ربنا ده الاساس، وبعد كده تيجي اي حاجه ثانيه. يبان امتى بقى؟ يبان لو في مفترق طرق، لو شغلي بيعارض محبتي لربنا هختار ايه؟ يعني الطبيعي ان ما فيش معارضه، انا ماشي، انا ممكن اكون بحب ربنا من كل قلبي، في نفس الوقت بهتم بشغلي وبهتم ان انا انجح وبهتم ان انا اربي ولادي كويس وكل حاجه، لكن يبقى المحك فين بقى؟ لو انا في شغلي مثلا، لو انا في شغلي محتاج اكدب، دي ده انا شايف ان انا مش هينفع اشتغل شغلانه دي من غير ما هاخد الشغل ولا اخد ربنا، خلاص بقى في محك، بقى في هنا ايه؟ مفترق طرق، بقى في مفترق طرق، فلازم اختار. اختار مين ولا اختار ربنا لو هو مسيطر على قلبي فعلا، ولا حب الفلوس وحب الشغل وحب الذات هو ده اللي اختاره؟ فهو ده اللي ايه؟ هنا المحك بقى، يعني ان انا لما يكون في مقارنة. طيب عايز اسال حضرتك في حاجات خصوصا في الحياه الروحيه ما بتبقاش ملموسه قوي، ما بتبقاش ملموسه، بنعرفها من نتائجها، بنعرفها من نتائجها، من ضمنها اذا كان قلبي عند ربنا ولا لا. يعني ايه بنعرفها من نتائجها؟ حاجه مثلا يعني ادي لحضراتكم زي الكهرباء مثلا. الكهرباء بنعرفها من اثرها، اذا كان اللمبه منوره بقول ان في باور، في كهرباء اصلا. اللمبه مطفيه بقول مفيش باور، انا مش شايف الكهرباء، الكهرباء دي ما بتتشافش، مش كده؟ بنعرفها ايه؟ من اثرها. اذا كان في اثر للكهرباء بقول هنا هي موجوده. نفس الحكايه بالظبط في ايه؟ ان انا قلبي عند ربنا ولا لا. ف
عايز حضراتكم تساعدوني. طيب ايه هي العلامات اللي تقول لنا ان قلبي عند ربنا؟ ايه اللي يخليني انا احكم ان انا اقول، يعني لما ابونا يقول اين هي قلوبكم وانا اقول هي عند ربنا، ابقى انا حاسس ان هي فعلا عند ربنا؟ اتفضل. حضرتك هو اللسان، لان زي ما بيقول من فضلك قلبك يتحدث اللسان. لو اللسان حاسس ان قلبه مع ربنا اكيد بيبان طريقه كلامه. تمام، اشكر حضرتك. الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج بصلاحات، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير. اللسان هو مرايه الايه؟ القلب، هو ده اللي بيوريني جوه القلب شكله ايه. وما ينفعش برضه سيدنا ابو شنوده ده كان بيقول الحكايه دي دايما، ما ينفعش نقول فلان ده طيب لكن عصبي لكن غضوب لكن لسانه كده ساعات بي. لا، الحقيقه اللي بيطلع في اللسان هو ايه؟ مرايه اللي جوه القلب، مرايه اللي جوه القلب. شكرا لحضرتك. ايه تاني؟ اعمالهم الصالح، يعني العمل بيبقى نتيجه اللي موجود في القلب. ايه تاني؟ واحد ما بيخافش. القديس اوغسطينوس قال حاجه جميله خالص كلنا عارفينها، جلست على قمه العالم ايه؟ حينما احسست ان لا اشتهي شيء ولا اخاف شيء. لو انا ما فيش حاجه بتخوفني، صعب مش سهل، يعني مش حاجه سهله. لو ما فيش حاجه فعلا بتخوفني يبقى انا كده ربنا مالي قلبي. يبقى لو انا مش عايز حاجه، مش فارقه معايا حاجه، وده مش يعني ما هوش دروشه يعني، لا ده الحقيقه شبع بربنا. ده واحد شبعان بربنا، الشغلانه الفلانيه جت خير، ما جاتش برضه خير. حاجه معينه مثلا كان فيها فلوس زياده جايه خير، ما جاتش برضه خير. ما بيبقاش قوي عنده الاكستريمز في المشاعر اللي هي بتخلي الناس مثلا لو اللي يخسر حاجه في البورصه تلاقيه يجي له حاجه في قلبه. ليه؟ لان كنزه هو ده، كنزه هو ده. يعني عشان كده كل جسمه اضطرب لمجرد ما حس ان هو خسر كل كنزه. فهو الانسان اللي كنزه عند ربنا حيث يكون كنزك هناك يكون ايه؟ هناك يكون قلبك. اللي كنزك في كنزه الفلوس لو خسر الفلوس هتلاقي نفسه. وده برضه سؤال ممكن انا اساله لنفسي يديني انديكيشن عن حاله قلبي. هل انا لو الفلوس دي خسرتها هيبقى شكلي ايه؟ هبقى حاسس ان انا على قمه العالم فعلا، لو انا مش بشتهي شيء، مش فارق معايا حاجه، شبع من ربنا برضه، ما هوش لا مبالاه زي ما بقول لحضراتكم، ده شبع، شبع من ربنا فرق شاسع طبعا. ولا انا لا، ده انا مش هقدر، لا ما اقدرش يعني على الشعور ده، ما اقدرش على التفكير ده حتى. طيب انا حطيت بس ثلاث حاجات، يعني طبعا هي حضراتكم قلتوا حاجات كتير جميله خالص، انا بس يعني حطيت ثلاث حاجات كده رئيسيه ممكن تكون علامات لينا اذا كان انا قلبي عند ربنا ولا قلبي مش عند ربنا. اول حاجه قلناها اللي هو لا يريد شيء ولا يشتهي شيء. داود النبي قال ايه؟ واحده سالت من الرب وهي التمس، ايه بقى؟ ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. يا سلام يا داود، يعني انت طب ده الملك والزوجات التسعه والولاد واللي 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 كل ده مش فارق معاك؟ لا، هي حاجه واحده بس هي اللي ايه؟ هي دي اللي شاغله بالي. هي حاجه واحده هي اللي انا عايزها، ان انا ايه؟ اسكن في بيت ربنا، ان يكون لي علاقه مع ربنا، ان ربنا يكون مالي قلبي، ربنا يكون ايه؟ جوايا، هو مالي كياني، هو ده الحاجه الوحيده اللي تفرق معايا. زي ما حصل مع مين تاني في الكتاب المقدس تفتكروا ساب الكل عشان ربنا؟ أنطونيوس، بس ما هوش في الكتاب المقدس. مين تاني في الكتاب المقدس؟ يوسف الصديق، بس يوسف ما سابش باختياره، يعني هو يوسف ترك. ايه تاني؟ اتقالت لحد كده، اتقالت قال له سيب، ايوه قال له ايه بقى ربنا؟ اترك شعبك وبيت ابيك واهلك وعشيرتك واذهب ايه؟ للارض التي اريك اياها. جميله خالص في تكوين 12 الايه دي. وبعد كده يتقال على ان ايه؟ ابراهيم قعد يرتحل من مكان لمكان ويروح من حته،
وحصل جوع في الارض اللي راح ابراهيم. طب ابراهيم ما سالتش ربنا، طب انت قلت لي اترك شعبك واهلك وعشيرتك وانا الارض اللي انا روح الارض اللي اوريها اياها وانا هديك الارض دي كمان يعني. فبعد كده بعددين انا هديك الارض ونسلك هيبقى كرام للبحر و طب ما سالتش ربنا؟ لا الحقيقه يعني رب يعني دايما نقول على ابراهيم هو جرب حياتي الخيمه والمذبح، الخيمه والمذبح، ومنين ما يروح ينصب المذبح ويصلي لربنا. يعني يا رب معاك. بابا شكرا برضو عنده جمله جميله خالص خالص، يا رب انا معك حيثما تسيرني اسير وكيفما تسيرني اسير. حيثما تسيرني اسير انا ماشي معك، منين ما هتمشي منين ما هتمشيني امشي، وكيفما تسيرني اسير زي ما هتخليني اكون انا رب معك. هو دي كانت حياه ابراهيم، هو ده حياه الانسان اللي بيبقى لا يشتهي شيء ولا يخاف شيء، عايش مع ربنا، عايش مع ربنا مش همه اي حاجه، مش همه اي حاجه، كل اللي في باله انا معاك يا رب. كيفما حيثما تسيرني اسير وكيفما تسيرني اسير، هو ده الانسان اللي بيبقى قلبه فعلا عند علامه من علامات ان قلوبنا عند ربنا، ان انا رب مسلم لك انا مش عايز حاجه، فعلا فعلا مش عايز حاجه. يعني بيبقى صعب قوي الانسان اللي مش عايز حاجه ده، صعب حد يضايقه، صعب حاجه تضايقه، يعني حتى لو حد حب يضايقه ما حد يعني مش زي ايوب الصديق كده. الشيطان لما كل شويه يسال ربنا انا هجربه في كذا، يقول له جربه، وايوب يكمل 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 لحد ما خسر كل حاجه، وقال الخير نقبل من ربنا والشر لا نقبل. فيعني ايه صعب فعلا، عشان كده يقول تفرحون وايه ولا احد ينزع فرحكم منكم، مش حدش يقدر ينزع فرحكم، لان سبب فرحكم ايه؟ سبب فرحكم مش ارضي، سبب فرحكم لا ينزع منكم. سلام الله الذي لا يفوق العقل ليس كما يعطي العالم ايه؟ يعطيكم سلام، سلام وفرح ومحبه كلها، سمات الروح القدس، ثمار الروح القدس الجميله. طيب يبقى اول حاجه ايه بقى؟ من علامات ان القلب عند ربنا ها؟ قلنا ايه؟ لا يشتهي شيء ولا يريد شيء، هو مش فارق معاه اي شيء، هو بس مع ربنا وخلاص. طب انا عايز بس اقول حاجه في النقطه دي انت عشان موضوع ابراهيم. لان ساعه ما بتقول ايه العلامات ان البني ادم قلبه مع ربنا، جه في دماغي انه مش بيتخانق على الفلوس. ابراهيم عمل كده لما لوط اختلف، قال له لا ما فيش مشاجره بيني وبينك، هتروح يمين هروح شمال، هتروح شمال هروح يمين، اختار انت وما عنديش مشكله. والحاجة التانية بعد ما خلص لوط من السبي رفض ان ياخد فلوس لملك سدوم وعمورة، قال له كده، قال له لألا تقول ان انا اغنيت ابراهيم انا مكتفي. بتهيألي الحاجتين دول يوضحوا قوي ان قلب ابراهيم كان معاش مع ربنا، قلبه مش في الفلوس. حتى لو الفلوس ابراهيم كان اغنى واحد في زمانه، كان غني جدا جدا في زمانه، لدرجه ان اتقال عنه الكتاب اتقال عليه هو لوط ان الارض ما بقتش تسعها من كتر غناه، لكن قلبه ما كانتش في الفلوس. برضه زي ما سيدنا بابا يقول لك انت عايش في العالم لكن العالم ايه؟ لا يعيش فيك. الفلوس تملكها لكن لا تملكك، هو ده اللي كان ابراهيم ده اللي بيقولوا لنا فيك، ان هو كان هو يملك فلوس كتير لكن الفلوس ما تملكوش، يعني يخسر الفلوس مش بتملك، اللي بيخسر فلوس يموت، ده الفلوس هي اللي ملكته مش هو اللي ملك الفلوس. دي الفلوس يعني بتتحكم فيه بتمشيه. الانسان اللي بيكذب ويسرق ويخالف ضميره عشان ياخد فلوس اكتر، ده مين اللي هو اللي بياخد يملك الفلوس؟ الفلوس بتملك، الفلوس هي بتتحكم فيه بتتحرك، هي اللي بتخليه يروح يمين وشمال حتى لو هو مش مقتنع. ممكن يا فندم تحت امرك. هو فكر في ابراهيم وانا فكرت في داود، بس كنت مكسوفه اتكلم عشان ما اقطعش الطريق. فداود لما كان مع ربنا برضه علامه حلوه جدا ان هو كان قلبه جدا مع ربنا، ان هو لما استعاد كل حاجه واستعاد ملكه وعمل بيت زعل ان تابوت الرب موجود في الشقق،
فهل ان انا قاعد في بيت من السهر ووقت تابوت الله قاعد في الشقه وفكر ان هو يكمل الرب دي. فدي برضو حاجه بتبين ان هو ده كان كل همه لما كان تابوت الرب يعني اتاخد منه والتابوت رجع. الكتاب ما ذكرش ولا مره داود كان فرحان قد ما قال لما رجعوا التابوت. قال الكتاب ان هو كان يرقص امام الرب بكل قوته، يعني كان فرحان جدا. ده هو الفيكتوري بتاعه. هو مش مبسوط عشان انتصر على الاعداء، هو قتل جلياته هو قد كده، بس ما تقالش ان هو كان فرحان قوي ان هو بالانتصار ده. لكن فرحان قوي لما رجع تابوت الرب، لان ده بالنسبه له هو كل همه كل الفرق معه. تمام فرح الرب بقوته. طيب كويستشنز، يبقى دي النقطه الاولانيه ان احنا ايه نحس ان احنا مش عايزين حاجه، مفيش حاجه فارقه معانا. فعلا مفيش حاجه فارقه. طبعا دي حاجه مش سهله وحاجه يعني محتاجه يعني صلاه كتير وعلاقه كبيره مع ربنا. طيب النقطه الثانيه اللي تحسسني ان انا قلبي مع ربنا يعني من غير كلام، ان انا بصلي كتير وبصلي بعمق. لو كنت بصلي باستمرار يبقى انا قلبي عند ربنا. أنا لو لما يبقوا اتنين مخطوبين يحبوا بعض يكلموا بعض كتير، قلوبهم مع بعض، مش كده؟ فبالتالي الكلام بيبقى مع نكلم ربنا وأنا مش حاسس بالدنيا اللي حواليا، مش يعني اللي بيكلم ربنا وقلبه كله مع ربنا ده تحس إن هو في دنيا تانية، في عالم تاني، هو مش على الأرض، هو فعلا يصيروا زي البشر الأرضيين، سوري البشر السمائيين أو الملائكة الأرضيين، برضه بابا شنطة بيقول كده. فيعني انسان عايش معانا وهو في السماء، عايش معانا وهو بيدوب السماء. عايز اقول لحضراتكم مثلا للصلاه دي لو سمحت ريمون طلعها، هي في دانيال 9. من احد الامثله للصلاه دي صلاه استجيبت ايميديتلي. استاذن حضراتكم نقراها، هو من عدد 2 لعدد 19، واحنا بنقراها نفكر شكل دانيال كان ايه وهو بيصلي وايه اللي خلى ربنا استجاب الصلاه دي، وبعدين نتناقش بعد ما نخلص القرايه. يعني واحنا بنقرا نحاول كده نفكر يعني دانيال النبي كان شكله ايه وهو بيصلي، كان ايه قلبه، شكله قلبه فين وهو بيصلي، قلبه شكله ايه، قلبه مليان ايه، فكره مليان بايه، وايه اللي خلى الصلاه دي تستجاب. لان هنشوف برده في نفس العدد استجابه الصلاه في نفس الاصحاح. طيب يا صدر شو، طب انتوا معاكم الاناجيل على ما هو ريموني اقراها بقى. يعني ماشي، لو عند حد معاكم الانجيل برضه تطلعوه. دانيال 9 عدد 2. ما تقرا يا عم، ماشي هو شكله ما يعرفش يقرا عربي. خليه يقرا. اوكي. في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من كتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكماله 70 سنة على خراب أورشليم. فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياك، أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك، وما سمعنا من عبيدة الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤسائنا وأبائنا وكل شعب الأرض. لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولأبائنا لأننا أخطأنا إليك. للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه، وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا من يد عبيده الأنبياء. وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لألا يسمعوا صوتك، فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه. وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما أجري على أورشليم. كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر، ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من أثامنا ونفطر بحقك. ف...
فسهر الرب على الشر وجلبه علينا، لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها إذ لم نسمع صوته. والآن أيها السيد إلهنا الذي أحرقت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم، قد أخطأنا عملنا شرا يا سيد حسب كل رحمتك، اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك، إذ لخطايانا ولأثام أبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وضيق وجهك على مقدسك الخارج من أجل السيد. أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر خربنا والمدينة التي دعي اسمك عليها، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد أصغي واصنع، لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. شكرا. إيه رأيك في الصلاة؟ كان شكله ايه؟ يعني لو فرضنا دانيال النبي واقف هنا في الكنيسة هنفتكر شكله ايه؟ حاسس باللي حواليه؟ هو بيقول الكلام ده؟ مش حاسس باللي حواليه اكيد، مش بيسمع حتى لو حواليه دوشة، حتى لو حواليه مش بيسمع. انا اتخيل ان هو كان بيبكي، انا اتخيل ان هو كان مش عارف هو فين اصلا. يعني هو كل الحكاية، كل اللي حاسس بيه هو حاسس انه واقف قدام ربنا بيتضرع وبيقول له يا رب انا خاطي. طيب اقول لحضراتكم استجابه الصلاه كانت شكلها ايه، وبعد كده يعني جبرائيل الملاك جاله وقال له ايه؟ قال له في ابتداء تضرعاتك خرج الامر، في ابتداء تضرعاتك. كان هي عشان كده احنا بنقول الصلاه ما هياش الفاظ، ما هياش كلمات، دي مشاعر قلب. ربنا مش مستني يسمع الكلام، الصلاه هي مشاعر قلب بنعبر عليها بكلمات قبل ما تكون اي حاجه ثانيه. فهي دي الصلاه اللي خارجه من القلب، في ابتداء تضرعاتك خرج الامر. ما صلاش لسه، ليه خرجت الامر في ابتداء تضرعاتك؟ خرج الامر وانا جئت لاخبرك لانك انت محبوب. هو على فكره ما كانش اول مره يشوف جبرائيل النبي دانيال، فجبرائيل الملاك، فكان في عشقه يعني. فده يعني طب ليه استجيب في الصلاه؟ ايه رايك فيها؟ توبه جميلة قوي، دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. الصلاة اللي بتخش عند ربنا فيها توبة. ايه تاني؟ بعدين ممكن تصليها بالطريقة اني هو مش عايز مات نفسه، هو عايز مات ربنا. تمام. يعني هو كان بيقوله من اجل اسمك، من اجل اسمك. احنا مش مهم ان احنا كشعب ان احنا بيقولوا علينا ايه، بس ده الهيكل بتاعك، ده شعبك. أيوة. يعني اسمك هو اهم من اي حاجه، المجد ليك يا رب ولنا احنا خزي الوجوه. فبالظبط كده هو كان عمل حاجه ثانيه جميله جدا جدا جدا. يعني هو اخذ خطايا الشعب على نفسه، اخذ خطايا الشعب ايه على نفسه. ودانيال النبي من الانبياء اللي يعني الكتاب ما ذكر لهمش غلطات، يعني ما كانش فيه اخطاء ذكرت وتنسى بدانيال يعني. فهو لكن هنا هو عمال يقول ايه؟ خطيتي يا رب، وانا اللي غلطان، وانا وانت يعني انت رحمتك علينا كبيره، لكن احنا اللي غلطانين واحنا اللي وحشين واحنا واحنا. فده اللي بيعمله ابونا عننا مثلا، ابونا الكاهن اللي بيعمله عننا ايه؟ بيقول يا رب شعبك بيطلب منك ارحمنا. فربنا بيتكلم مع ربنا بالنيابه عننا، ابونا بيتكلم مع ربنا بالنيابه ايه؟ بالنيابه عننا. هو ده اللي عمله دانيال النبي، وده اللي عمله دانيال النبي. فعشان كده ربنا استجاب للطلب. اتفضل. ثواني، بيقول هنا في عدد 3 فوجئت قولي بالله السيد طالبا بالصلاه والتضرعات بالصوم والمسح والرمان. ايوه. وكان في حاجه مش بس يعني ان هو صلى، هو كان يعني عد نفسه انه يصلي. زي الاسبوع اللي فات ابونا يعقوب قال القصه بتاعت ملك نينوى، نفس القصه. ربنا استجاب لما شاف في تضاع وفي في ندم وفي يعني والقلب كله بالظبط نفس الحوار، نفس السيناريو بالظبط. ما دي الباكج بتاعت القلب اللي مع ربنا، الحاله توصلها عشان ربنا يستجيب. يعني توصل لكده ربنا مستجيب، ازاي بقى توصل لكده من الحاله العاديه دي بقى قصه ثانيه بالظبط. ازاي احنا بقى في العادي بتاعنا نوصل للمرحله دي اللي لما تصلي ربنا سامع ومستجيب. ايوه ده اللي شايف احنا
احنا يعني في اخر جزء هنقول احنا ازاي بنعمة ربنا يعني ان احنا نوصل من قلبنا يكون مع ربنا. احنا دلوقتي نقول بعض العلامات، يبقى قلنا العلامة الاولى ان هو لا يشتهي شيء ولا يطلب شيء. العلامة الثانية الصلاة بعمق، الصلاة من كل القلب، الصلاة بشكل زي ما دانيال النبي كده صلى، ان انا مش حاسس ايه اللي حواليا، مش حاسس ايه، انا بس شايف ربنا وعارف ان ربنا سامعني وربنا بيستجيب immediately. من حتى جميلة قوي الكلمة، يعني من بدء كلامك خرج الامر، كلمة معزية جدا جدا، مش بس دانيال النبي، لينا كلنا بتقول لنا ان الصلاة اللي من القلب دي قد ايه انها بتستجاب حتى من قبل ما ايه ما تتقال بالظبط كده. طيب يبقى اول حاجه لا يريد شيء ولا يشتهي شيء، ثاني حاجه ان هو بيكون بيصلي بعمق وبايمان، الحاجه الثالثه والاخيره انا حطيتها هنا ان يكون في خروج من الذات، اخرج بره ذاتي. انا لو انا متقوقع داخل ذاتي مش ممكن ابدا ان انا اقدر اسلم قلبي لربنا. لو كل اهتماماتي هي لذاتي مش ممكن اوصل لربنا، يعني اوصل ان يكون قلبي عند ربنا اطلاقا. فالقلب محتاج يكون متواضع. يعني انا لو اخرج بره ذاتي ازاي اكون طالع؟ الانسان المتكبر دايما ذاته في مركز كل اهتماماته، كل ما الانسان كبرياءه زاد كل ما كان ذاته كبيره قوي عنده، ذاته كبيره خالص عنده. لكن انا الانسان المتواضع، القلب المتواضع ده ايه؟ خارج بره ذاته. وداود النبي غششها لنا قال ايه؟ القلب الايه؟ المنكسر متواضع يحصل فيه ايه؟ لا يرزل الله. هو ده اللي احنا عايزين لما نقول له يا رب ادي القلب اهو ياخده، يا ابني اعطيني قلبك، وانت تقول له يا رب ادي قلبي يقبله. هل ربنا في قلوب رفضها؟ هل ممكن ولا مش ممكن؟ ايه رايكم؟ في ممكن قلب ربنا يرفضه ولا مش ممكن؟ ممكن طبعا، ممكن مش كده؟ لان هو قال القلب المنكسر متواضع لا يرضيه الله، بالتالي في قلوب ممكن يرضيها الله. طيب في مثل في الانجيل في العهد الجديد بيقول لنا عن حد رفض، مين؟ العشار والفريسي. شكرا. الفريسي واقف، هو ده الفريسي ده بالظبط زي مثلا، فاكرين المثل بتاع كيف قوي اللي كنا بنقوله في الاول، ان هو واحد فاكر ان هو المفروض يبيع كتير 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 وفي الاخر طلع ان هو فاهم غلط. الفريسي ده بالظبط كده، انا لست مثل باقي الناس القاطعين الزنا واعشر كل اموالي وبصوم مرتين في الاسبوع. هو فاكر ان هي دي كبري رايز، واخدين بالكم؟ فاكر ان هو هيتحاسب على هذا الاساس، فاكر ان هو لما يتيك البوكسز دي يبقى يعني هو ده طبعا اتصدم صدمه عمره لانه فاهم غلط، فاهم غلط. ودي اصعب حاجه، فاهم السكه غلط. عارفين اعربها لحضراتكم؟ تخيلوا مثلا عيله مسافرين مثلا في الصيف رايحين الجولد كوست مثلا، هيسافروا بالعربيه واكسايتد خالص ومبسوطين وهنصحى الساعه 4 الصبح هنتحرك وكل نشاط كل جهزوا كل شنطهم وكله تمام، وابتدوا فعلا الساعه 4 الصبح وتحركوا بنشاط وباجتهاد وبقوه، وبعدين بعد ساعه لقوا نفسهم في ولونجونج. ايه ده؟ ولونجونج دي في الساوث والجولد كوست في النورث. احنا ماشيين غلط، احنا بنجتهد بس بنجتهد ايه؟ في السكه الغلط. واخدين بالكم؟ هو ده نفس الحكايه، هو بيجتهد بس بيجتهد في السكه الغلط، في الاتجاه الغلط. انت ماشي، يا ريتك ما مشيتش، يا ريتك ما اجتهدتش، مش كده؟ انت لو كنت نايم في البيت كنت هتبقى في ايه؟ في موقف احسن من اللي انت فيه حاليا. انت تعبت واجتهدت بس كنت ماشي ايه؟ في الاتجاه الغلط. هو ده نفس الحكايه، ان واحد كل اللي بيجتهد فيه ان هو يدفع فلوس للكنيسه وان هو يصوم وان هو زي العشار بالظبط، سوري زي الفريسي. هو ده، هو كده. وربنا عايز كده؟ لا، ربنا مش عايز كده. ربنا عايز ايه؟ عايز قلبك. ربنا عايز قلبك. الانسان اللي بيدي لربنا قلبه لازم يكون انسان ايه؟ خارج من ذاته، مش متقوقع ايه؟ حوالين ذاته. تمام؟ طيب يبقى هما دول الثلاث نقط قلناهم، ان انا علامات ان انا اكون قلبي عند ربنا، ان انا لا اريد شيئا ولا اشتهي شيئا، دي حاجه. وزي ما داود النبي قال واحده سطرت من الرب وهي التمس ان اسكن في بيت الرب ايه كل ايام حياتي.
والثانية الصلاة بعمق، وخدنا مثال بتاع صلاة دانيال النبي وقد إيه إن الصلاة استجيبت رغم إن هي قبل حتى ما تتقال، لأنها خرجت من قلب تايب وخرجت من قلب منسحق ومتواضع، قلب منكسر متواضع لا يرضي الله. الحاجة الثالثة الخروج من الذات، قلنا زي العشار والفريسي، ربنا قبل العشار ورفض الفريسي رغم إن هو إيه بيعمل حاجات كتير خالص خالص في نظر بها. طيب اتفضل. انا عندي سؤال تاني، سؤال يعني ممكن توضيح اكتر بشكل عملي ازاي اخرج بره ذاتي. التعليق الثاني على انا بحس يعني ان في حاجه رابعه مهمه جدا برضو انديكيشن اذا كنت ماشيه في الطريق الصح ولا لا، علشان في كتير مننا ممكن يكون في بعض اوقات ممكن نبقى بنتناول وبنحضر وداس وي وي وي، بس في الاخر انا ممكن اكون مع حد اصحابي او عيلتي او قلبي جامد، بتعامل مثلا في غيره، بتعامل بطريقه ناشفه، ما بيفرقش معايا تعب حد، ما يفرقش معايا اذا كان حد محتاج ان انا اساعده ولا لا، ما ازعلش الخطيب غيري، ممكن لو واحده مضايقاني وحصل لها حاجه وحشه افرح. الحاجات دي كلها انديكيشنز ان انا ماشي في طريق غلط، بس احيانا من كتر ما الحاجات دي ساعات بتبقى موجوده حوالينا احنا بقينا يعني ممكن تحصل وانا ما لاحظش نفسي وانا ماشيه في سكه ربنا، فده انديكيشن قوي جدا ان في حاجه غلط. ولو انا بقيت عادي تجاه المشاعر دي كلها وان انا يعني حاطط في دماغي انه ايه خلاص انا مقطعه دي ومقطعه ديت ومش فارق معايا مثلا مشاعر حد او زعل حد او كل دي حاجات تقول ان انا ماشيه في طريق غلط، بس للاسف احنا اعتدنا عليها واعتدنا ان احنا ماشيين في سكه روحيه والحاجات دي موجوده ومش قادر مش بسمع بصوت ربنا انه في حاجه غلط. فانا بحس انه رب يعني اللي ماشي مع ربنا ربنا دايما بيديه قلب حنين بيديه قلب ملح، فده انديكيشن قوي اذا كنت انا صح ولا لا. تمام اوكي ثانك يو. طيب ما هو يعني الوصايا بتقول ايه؟ تحب رب الله بكل قلبك وتحب ايه؟ قريبك نفسك. ده انعكاس لحبنا لربنا، انعكاس لحبنا لربنا. والنقطه اللي انت قلتيها في الاول ازاي اخرج بره ذاتي، هنجيلها حالا if we don't answer يعني بس هتكفر. بس طيب في حد عايز يقول حاجه ثانيه او يسال في النقطه اللي فاتت؟ طيب الحاجه الاخيره بقى اللي هنقولها في يعني خمس سبع دقائق، احنا عمليا بقى عمليا ايه اللي احنا نعمله عشان ندي ربنا قلوبنا؟ يبقى احنا عرفنا ان ادي ربنا قلبي دي حاجه مهمه جدا، وان ده اللي هو عايزه، وان انا عملت اي حاجه تانية من غير ما ادي له قلبي يبقى انا كده ايه؟ نحاسا يرتلنا او سيلا يرن، يعني حاجه لا قيمه لها، هبقى انا كده في الريسي مش زي البشر. تمام؟ طيب انا ادي قلبي ربنا ازاي بقى؟ ايه رايه؟ حد عنده اقتراحات او حد عنده حاجه في باله؟ ازاي انا ادي رغم ان يعني انا لو انا انسان مثلا زي حالتي كده خاطئ وبعيد عن ربنا وعايز ابتدي ان انا ادي ربنا قلبي اعمل له ايه؟ اطلب من ربنا. شكرا، دي اول واهم حاجه، اطلب من ربنا. ربنا انا قال صراحه بدون ايه لا تقدرون، صريحه جدا وايه جميله، يعني دي اكتر ايه ممكن نقولها ربنا في الصلاه. انت قلت بدون لا تقدرون انا افهم شيء ادينا خلاص، يبقى انت اللي هتفعل بقى واحنا معاك، صح كده؟ تمام بقى ان احنا نصلي. ايه تاني اتفضل. يعني اطلب وانا فعلا عايز، لو انا مش عارفة ابقى حقيقي وانا بصلي، يعني في ناس بترد الكلام بس هي مثلا مش حاسه بيه، لو انا مش حاسه بيه اطلب ان انا احس بيه مثلا. ايوه يعني اقعد قدام ربنا واطلب ان هو يكشف لي نفسي واحط الحاجات اللي انا اكتشفتها دي قدامه. تمام جميله قوي النقطه دي، لان احنا في ناس انطباعها عن الصلاه ان هي يعني وقفه رسميه انا بكلم ربنا، لكن مش دي الحقيقه. يعني الحكايه ان انا عارفين اتعشى معه وهو اتعشى معايا، انا قاعد اتعشى مع ربنا، قاعد احكي مع ربنا، قاعد اقول له اكون حقيقي زي ما الناس بتقول كده، انا ربي ادالي الفكر ده وانا اخبي عليك يعني، وانا بعمل برزنتيشن قدام ناس في شغل عشان اتظاهر ان انا كويس، لا انا رب ادي حقيقتي وادي قلبي وادي اللي انا فيه، اعمل ايه؟ اتكلم معاه. تمام طب
نفسه يكون طلب بصدق، يعني عارف ان ربنا لو انت قلت له كده من جواك ما وصف في وعود ربنا دي هو بيستجيب، لان الرب في كل اعتقد في معظم الصلوات يعني الجلد وصل لها كانوا دايما بيفكروا انت عملت كده مع كذا، ومش بس ان انا افكره بالموجود في الكتاب ان انا عملت كذا مع موسى شفت البحر فانت عامل معايا معجزه، لا افتكر معجزاته الشخصيه معايا، لان ده هو اللينك البيرسونال اللي بتاع حياتي انا كشخص. ايوه ده مهم قوي. تمام نسميها ايمان بقى إيمان. اكثر من يعني ان انا اكون بصلي بايمان انا متاكد ربنا سامعني. ايه تاني؟ اتفضل. هي طبعا الخطوه الاولى زي ما هم قالوا فعلا الواحد بيدعو ربنا، الخطوه الثانيه ابتدي اعمل حاجه، يعني طبعا عمليه مش سهله، انا مش هطلب من ربنا فربنا يهديني وهصحى ثاني يوم ان انا قلبي يبقى معاه، فلازم ابتدي اعمل حاجه، ابتدي اعمل ايه اللي انا بفكر فيه، لازم الواحد يبتدي يتخلى عن حاجات اللي هي الاهداف. يعني اذا كان حاجه معينه بيحبها طبعا مش هيقدر يعمل ده كله مره واحده، بس لازم يبتدي يعمل حاجه، يعني حاجه ورا حاجه يبتدي يتخلى عنها. يبقى في خطوات عمليه تمشي جنب الصلاه. اتفضل. اكون مع ناس ماشيه في طريق ربنا او في مكان يساعدني ان انا اعمل كده. جميل خالص. يعني ابعد عن الاماكن اللي بتبعدني عن ربنا وبتخلي قلبي مش مع ربنا. جميل خالص. مره لما موسى اتسال واحد قال له انا بعيد عن ربنا اعمل ايه؟ قال له ثلاث حاجات، قال له يبقى لك اب روحي، نظام روحي، ووسط روحي. ابقى عايش في وسط روحي وليا اب روحي يرشدني وليا نظام روحي امشي بيه. تمام. حاجه ثانيه؟ يعني حاجات جميلة خالص. أنا بتهيألي إن كل واحد شايف ربنا من منظوره الشخصي. أيوه. مش لازم يكون كحقيقة ربنا. وكل واحد فينا برضو شايف الدنيا بمنظوره الشخصي مش بحقيقة الدنيا. أيوه. بيتعبني مقارنتي بغيري. وافتكر إن علاقة ربنا بيا لازم تمشي زي علاقة ربنا بغيري. فأنا لو بطلت المقارنات وركزت بس على علاقتي أنا بربنا هستريح كتير. تمام. المقارنات دي يعني من أكثر الحاجات اللي يعني بتصعب الحياة الحقيقة. ورد بسيط على حكاية المقارنات دي، يعني إحنا إن كنا في سبق، فإحنا في سبق كل واحد في مضمار مختلف. ما ينفعش انا اقارن واحد بيمشي على اسفلت بواحد تاني بيمشي في حواجز، واحد تالت بيمشي في تين، واحد تالت بيمشي، كل واحد له حياه مختلفه عن التاني، كل واحد عنده يعني اوبستكلز في حياته مختلفه عن اللي بتقابل التاني، فالمقارنه دي انفاليد خالص، كل واحد عنده مواهب مختلفه، كل واحد عنده ضعفات مختلفه، كل واحد يعني مفيش غير ربنا بس هو اللي يقدر ان هو يفصل لكل واحد حياته حسب او يعني طريقه حسب احتياجاته، لكن ان احنا نقارن ببعض دي حاجه انفاليد تماما يعني. طيب وحضرتك جاوبت تقريبا كل حاجه، لكن عشان توستارت ويز يعني النقطه بتاعت نانسي والنقطه بتاعت حضرتك ان انا اكون حاجه عمليه وان انا اخرج بره ذاتي، حاجه جميله قوي بتجاوب على النقطتين دول هي الخدمه. الخدمه هتخرجني بره ذاتي، والخدمه هتبقى حاجه عمليه بعملها عشان خاطر ايه؟ اوصل ان قلبي يكون عند ربنا. ما احنا بنتخانق في الخدمه. ما هو احنا كده بنجيب العالم للخدمه، احنا نفسنا ناخد الخدمه للعالم مش العكس. ف يعني انا لما اخدم انا بخرج بره ذاتي، لو انا جايب ذاتي وجاي بقى خدمه هتخانق. لو انا خرجت بره ذاتي وجاي اخدم انا كده بضرب 1000 عصفور بحجر واحد. ان انا اتعود ان انا اتعب عشان حاجه مش هتفيدني دايركتلي جسديا او بشريا يعني بمفهوم البشر، دي حاجه يعني كان بره مش عارف وزير ولا ايه جه يعني المهرجان بتاع ماري بوكس في مصر، فبيقول له موسى انت جاي من الناس دي كلها تشغلهم ازاي؟ بتجيب لهم فلوس منين دول؟ فقال له ولا واحد بياخد ولا مديهم وكلهم بيشتغلوا بكل قلوبهم، الاف الخدام بتشتغل بكل قلوبهم وبكل فرح وسعاده، ودي مش حاجه غريبه علينا لكن حاجه غريبه على الناس الثانيه، ان هم ايه يعني بياخدوا ايه الناس واتس نيد فور مي، يعني زي ما الاستراليا يقول لك كده واتس نيد فور مي، مفيش حاجه نيد فور يو. فدي ده الجميل، انت بتخرج بره ذاتك في الخدمه، انت بتخرج بره ذاتك في الخدمه، انت بتشوف ربنا في اللي انت بتخدمه،
ايا كان، يعني ايا كان اللي انا بخدمهم ده، انا شايف ربنا فيهم وانا نفسي ان انا اقدم كل اللي اقدر عليه عشان يعني اساعد الناس دي. او ان انا طبعا انا باخد الكرامات بتاعه في اي خدمه، لكن هو ده المبدا في الخدمه، ان انا اسيب ذاتي واخدم. لو جبت ذاتي معايا هتبقى خناقات، لو جبت ذاتي معايا هيبقى اقول اقعد اقول هما ما قالوش عليا ليه، وهما مش عارف ما اختارونيش ليه، وهما ما قلتش اللحن الفلاني ليه. انت لو حصل ده، وده ممكن يحصل لاي حد يعني، بس انت كده قول لنفسك انا كده جايب ذاتي وجاي، انا المفروض اسيبها، المفروض اخرج براها في الخدمه، المفروض استخدم الخدمه عشان اخرج بيها بره ذاتي. تمام؟ دي جاوبت على النقطه بتاعتك. ثانك يو. الحاجه الثانيه ان انا اخلي ان انا ادي لربنا قلبي ده هدف، هدف في حياتي. انا لو اديت لربنا قلبي انا كده وصلت لربنا. اي حاجه ثانيه تخش قلبي شريكه لربنا احاول جاهدا وبسرعه ان انا اخرجها. زي ايه؟ شهوه، لقيت شهوه دخلت قلبي ومفيش حد كبير على الكلام ده، ايا كانت هذه الشهوه، شهوه حب مال، شهوه جسديه، شهوه نفسيه، شهوه كرامه، شهوه ايا كانت الشهوه، اول ما الاقي ان في شهوه بتخش جوه الحق خرج الشهوه. إيه؟ انت هدفك ان انت تخلي قلبك مع ربنا، خليه هدف، خليه هدف. فبالتالي هنحطه في صلاتنا، لما يكون هدف اي حاجه هتعوق ان انا اوصل ان انا ادي ربنا قلبي هبعدها. لما يكون هدف هبقى عامل زي الفريسي، زي العشار مش زي الفريسي. لما يكون هدف اروح عند ربنا واعيط واقول له يا رب اخطيت، يا رب انا قدامك اهو، ولا لا يا رب العشار مش كده، يا رب انا ما استاهلش اقف قدامك لكن انا خاطئ. الثاني قال له انا بعمله بعمله بعمله، فهو ده. يبقى لما يكون هدف انا هقدر ان انا اصلي عشانه، انا هقدر ان انا احارب اي حاجه تيجي في طريقي. النقطه الثانيه والمهمه جدا جدا التوبه المستمره. انا ازاي هطرد اي شهوه من قلبي من غير ما اتوب؟ انا لو سبت الشهوه تخش قلبي فانا كده مش هقدر ادي ربنا قلبي، خلاص انا قلبي ما بقاش عند ربنا، انا قلبي مليان شهوات، قلبي مليان ضعفات. التوبه المستمره تخلي قلبك جاهز ان هو يروح لربنا. تمام؟ تخلي قلبي ايه؟ جاهز ان هو يروح لربنا. اخر حاجه النقطه الرابعه ان انا اشرك ربنا في كل عمل بعمله. يا رب تعالى واشتغل معايا، يا رب تعالى واخدم معايا، يا رب انا انستنت كده افكر. يعني لو ابني بيسالني سؤال صعب، طبعا لا اصعب الاسئله اللي هم بيسالوها اليومين دول، يا بابا انا اتقال لي كذا اعمل ايه؟ ارفع قلبك على طول وقول له يا رب الحقني، تعالى انت رد بدالي. ما تقول يعني اشرك ربنا في حياتك، كل خليه شريك. ده بطرس الرسول بيقول ايه جباره، بيقول انتم شركاء ايه؟ للطبيعه الالهيه. الايه بتقول كده، شركاء في الطبيعه الالهيه. وطبعا يقصد شركاء في العمل، مش شركاء في الطبيعه، مش شركاء في اللاهوت. احنا شركاء لربنا في العمل. جميل جدا جدا، دي حاجه في المسيحيه مش في حاجه ثانيه خالص، مش في اي حته ثانيه. شركه ربنا في العمل مع اولاده دي مش موجوده في اي ديانه ثانيه او اي مبدا ثاني او اي فكر ثاني. ده فكر مسيحي خالص، لان في المسيحيه ربنا نزل من السماء وجه عاش بينا عشان يبقى معانا. المسيحيه هي ديانه عمانوئيل، ديانه الله معنا. تمام؟ فعشان كده لما نشرك ربنا في كل حاجه انا بعملها ده هيديني تواضع، لان هبقى عارف ان انا ما انا بل نعمه الله التي معي. لان هبقى عارف في ايه بتقول جميله خالص في كورنثوس الاولى اصحاح 4، بتقول اي شيء لك لم تاخذه وان كنت اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ؟ هي جميله وواضحه جدا. اي شيء ليك لم تاخذه، كل حاجه عندك انت اخذتها، وان كنت اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ؟ يبقى مش هنفتخر، مش هيكون في كبرياء، هيكون في تواضع، هيكون في نجاح، لان انا بشرك ربنا في العمل. انا يا رب تعالى واشتغل معايا، تعالى ونتكلم على لساني، تعالى واشتغل، نصبح الصبح كده رايحين شغل، ما تيجي معايا يا رب عشان اشتغل. انا لوحدي هلوص اضيع. خلي الفكر ده دايما في بالك، اي حاجه تلاقيها صعبه عليك على طول قول يا رب تعالى واشتغل معايا. يبقى هم اربع حاجات قلناهم، اربع حاجات ايه قلناهم؟ ازاي احنا عمليا نكون ايه؟ ندي
قلوبنا ربنا. الحاجة الأولانية اجعله هدف، يبقى هدف أصلي من أجله، هدف إن أنا أبعد أي حاجة، أي حاجة تعترضني عن وصول الهدف ده أبعدها. ما معناه؟ الثانية التوبة، أتوب أخرج أي شهوة من قلبي، أخرج أي محبة غلط من قلبي، أخرج أي علاقة غلط، أخرج أي حاجة تقف سكة وصولي للهدف ده بالتوبة، بالتوبة. الحاجة الثالثة الخدمة، الخدمة هي حاجة العملية اللي هقدر إن أنا بس أخدم وأنا سايب إيه؟ ها؟ أخدم وأعمل إيه؟ سايب ذاتي في البيت، مش عايزها معايا في الكنيسة. أخدم وأنا من غير ذات. وبعدين الحاجة الأخيرة الرابعة إن أشرك ربنا في العمل في كل حاجة. يبقى نجعله هدف، توبة مستمرة، خدمة، أشرك ربنا في العمل باستمرار. يبقى اللي إحنا قلناه النهاردة، قلنا إن إحنا عايزين ندي قلوبنا لربنا، ندي قلوبنا لربنا إزاي؟ لأن في لو أبونا سأل أين هي قلوبكم، ممكن تكون الإجابات حاجات تانية لربنا، حب المال، حب الذات، حب النجاح وخلافه، دي ممكن تكون أجوبة. لكن إزاي أدي قلب ربنا؟ قلنا أدي قلب ربنا إن أنا ما يكونش، لا سوري، إزاي أعرف إن قلبي عند ربنا؟ إن أنا ما فيش لا أريد شيئا ولا أشتهي شيء، إن أنا أكون بصلي صلاة عميقة زي ما شفت دانيال، إن أنا أخرج برا ذاتي، وزي ما حصل مع مين؟ خروج من الذات، زي ما حصل مع العشاء والفريسي، ده المستجيب وده المستجيب. وبعدين أخيرا قلنا أربع حاجات اللي هو إيه؟ إزاي ندي ربنا قلوبنا عمليا وكل يوم. طيب حد عنده أي سؤال أو أي إضافة أو أي تصحيح؟ أي حاجة؟ تعيشوا كل مرة وأذكرني بصراحة.